وكان بيأمن على الكاميرات لما نزل. ها ما عرف فتحها ازاي صحيح؟ انا مش ما صورهاش كده. لا لا دي النسخه اللي انت فتحها زي ما يكون مع مفتاح. هو مش بيجي يكون مع مفتاح. افتح لي اسعار العربيه. الا بقى لو انت اللي اشتريت منه العربيه مع مفتاح تاني. لسه بقول له كده وعارف انت مكانك فين. منظر العربيه دي كده ده واحد بتاع عربيات عنده معرض. قال لي حراميه عاش نمر وبص محاول. لا 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 بس العربيه دي معروفه متسنطره. العربيه دي هم جايبينها مخصوص. وصل فين؟ هو فتح. اشتريت العربيه دي من حد موثوق منه؟ من المعرض. منين؟ من المعرض. فين؟ لابس كمامه. استراد. استراد. لابس كمامه؟ لابس كمامه. لابس كمامه يا حرام. ايه طب انت 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 الورق بتاع الاسم ده معاك يا محمد؟ الورق اللي هم جابوه لك من الاسم عشان الناس تمضي عليه. طب بعد اذنك بقى طلع المهندسين مفتاح. طلع المهندسين ومفتاح مع مفتاح. ها بص فتحه بالظهر اهو. طلع المهندسين يمضوا عليها وطلع المؤيد يمضي عليها. طلع الناس. لا اعمل الحوار ده دلوقتي بعد اذنك. الكاميرا اللي على العمود هتجيبه اكس. وانا هجي لك دلوقتي واشوف حاجه بس كده عشان في عربيه جايه على العمود. الواد ده كان من المعرض. يلا سلام. ايه ده بقى؟ الواد ده ايه؟ من المعرض كده. الواد ده فتح مفتاح. ايه ده؟ هنفهم دلوقتي لما يدور. لو دور ومشي على طول يبقى معاه مفتاح. هو كده دور تقريبا. دور اه ده مشي خلاص. هو دور بس بيأمن بس. دورك يا باشا. وده من المعرض. حتى العربيه باشا زيرو هي لسه معروضه للبيع. باشا البال الواد ده من المعرض. الواد ده معاه مفتاح للعربيه. ده مفتاح عربيه. لا مش مش عكس. الواد ده من المعرض. يا ولد الصحة. بس كده من المعرض. ده ما لعبش في اي حاجه. دخل دور بالمفتاح. اه ايوه. ده معاه مفتاح. عندي المعنى بصي على ده.